مع ناقدنا الرياضي وصديقنا العزيز الاستاذ اسامه السويسي. يا استاذ اسامه، ازاي حضرتك؟ ازيك يا كابتن اسلام حبيبي؟ اخبارك ايه يا حبيبي؟ وحشنا. انت اكتر والله يا كابتن اسلام، تحياتي ليك ولكل ضيوفك اللي منورين الدنيا كلها. ربنا يخليك يا حبيبي. اولا يعني الف مبروك هذا التنظيم الرائع لهذا المونديال العظيم الحقيقه، وهذا الشكل صحيح. الرائع لكل شيء، كل شيء رائع، كل صحيح. شيء جميل، كل شيء جيد. لسه كنا بنتكلم ارقام قياسيه كثيره جدا جدا، وارقام قياسيه تم كسرها في هذا المونديال، وبالتالي شكرا لكل من ساهم في ان يخرج هذا المونديال بهذا الشكل. مبروك مبروك لكل العرب في البدايه، لان ده مونديال كل العرب. نعم. مونديال خلال اقل من شهر نجح في ان هو يغير مفاهيم الغرب عن المنطقه العربيه، اللي اثبتت ان هي قادره على تنظيم اكبر بطوله على وجه الكره الارضيه لكره القدم بنجاح منقطع النظير بشهاده كل العالم. العالم كله شاهد ان دي النسخه الافضل على الاطلاق على مر العصور، مش بس مجرد ارقام، سواء اذا كانت اعلى نسبه تهديفيه 172 هدف، او ثالث اعلى حضور جماهيري في الملاعب بعد البرازيل وامريكا. رغم طبعا كل الناس كانت مستغربه ازاي قطر بلد صغيره المساحه هتعمل البطول كبرى بطولات العالم في كره القدم، لكنها نجحت تستغل صغر مساحتها ان هي تعمل تقارب في المسافات، فبالتالي بقى عند الناس كلها فرصه ان هي تحضر مباراه واثنين وثلاثه واربعه احيانا. يمكن جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للمرة الأولى وهتكون الأخيرة إنه يتمكن من حضور جميع مباريات البطولة، حتى المباريات اللي كانت بتلعب في نفس التوقيت كان بيحضر شوط في ملعب ويحضر شوط في ملعب ثاني. حاليا وللمرة الأولى في تاريخ المونديال الفريق البطل، الفريق الأرجنتيني البطل، بيتم الاحتفال بيه في الملعب في أرض المونديال مش في بلده، لسه ما راحش بلده. كل المنتخب الارجنتيني بقياده الاسطوره الساحر ليونيل ميسي معاهم كاس العالم في اتوبيس مكشوف، في باص مكشوف بيطوف درب لوسيل احد اللي هو مقارب لملعب استاد لوسيل، التحفه المعماريه الغير طبيعيه. درب لوسيل ده مقر لاحد المقرات المشجعين، وفي حضور سمو الامير تميم وفي حضور جياني انفانتينو في المنصه بيستقبله في وسط جمهور غير طبيعي. عايز اقول لك ان النهارده الفرحه بتاعه الارجنتين وفرحه الناس هنا في قطر هتمتد لغايه بكره الصبح. الناس مش هتنام، الناس كلها. عايز اقول لك انا كنت في الملعب، وطبعا ده من حسن حظي، يعني انا حضرت جميع مباريات الارجنتين باستثناء المباراه الاولى وهي المباراه الوحيده اللي خسروها. ويمكن وشك حلو يعني يا عم اسامه، وشك حلو على ميسي يا اسامه. يمكن عايز اقول لك المعصوره الرئيسيه، وطبعا كان فيها طبعا كمان كابتن محمود الخطيب وكابتن حسن حمدي كانوا مشرفين ومنورين المونديال، واجهه مشرفه لينا كمصريين وكاهلاويه. كل الاساطير من كل الجنسيات، البرازيليين اللي هم بتجمعهم مع الارجنتينيين عداوه غير طبيعيه في موضوع كره القدم تحديدا. مش عايز اقول لك قد ايه كان كل الناس دي فرحانه علشان الارجنتين فازت، علشان خاطر نعم عشان ليونيل ميسي تدخل بطوله العالم. خزائنه هي البطوله الوحيده اللي كانت ناقصه ليونيل ميسي، كان في حاله تعاطف غير طبيعيه مع ليونيل ميسي، وبصراحه قدم بطوله غير طبيعيه واستحق ان هو يفوز بلقب احسن لاعب. طيب على الجانب الاخر برضو يا استاذ اسامه، يعني بما اننا بنتكلم على المنتخب الارجنتيني، يعني شفنا الرئيس الفرنسي كان متواجد ايضا في هذه المباراه، كيليان امبابي واحد من او هو الاسطوره القادمه، يعني الكل بيجمع على هذا الامر. برضه اشرح لنا ايه اللي حصل والدنيا ماشيه ازاي والاجواء في بالنسبه للمنتخب الفرنسي ماشيه ازاي.
بقول لك هو من حسن حظ قطر ان البطوله توصل للمباراه النهائيه توصل فيها لغايه 124 دقيقه. نعم. ثلاث ترجيح وبعدين كيليان امبابي اللاعب الوحيد في العالم وفي التاريخ اللي يسجل هاتريك في نهائي كاس عالم، حاجه غير طبيعيه. وبعدين رئيس الفرنسي يدل بنفسه ويواسيه بعد في ارض الملعب ويحضر التتويج ويحيي الفرقتين، اجواء غير 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 مسبوقه. اولا دي النسخه الوحيده اللي لم يتم فيها اعتقال اي مشجع انجليزي على مر التاريخ. ايوه عشان ما فيش كحوليات. الصحافه البريطانيه اشد بده. ثانيا دي البطوله الوحيده اللي ما حصلش فيها لا تكسير ولا تحطيم ولا الجمهور حتى مع بعضه الجمهور المتنافس. يعني شفنا كان في دربيات قويه جدا، يعني انجلترا ويلز دي مباراه ناريه بتبقى مولعه، بيقعدوا يضربوا في بعض ثلاث سنين. شفنا الارجنتين والمكسيك برضو مباريات مولعه، ومع هذا شفنا روح غير طبيعيه. ايران وامريكا، المغرب وفرنسا، ايران وامريكا مثلا. عايز اقول لك انه من خلال تعاملي كمان مع الاعلام الدولي والعالمي كانوا بينبهروا بحاجات صغيره وحاجات بسيطه جدا بتحصل من سواء الاخوه العرب كلهم بلا استثناء. يعني كان يندهش جدا ان انت تقعد تقدم له مساعده او تعزمه على حاجه. هم مش متعودين على كده يا استاذ اسامه، دي العادات والتقاليد اللي فرضتها العادات العربيه. صحيح. هقول لك على حاجه يا كابتن اسلام. اتفضل. واحد انجليزي منهم سالني قال لي هو انت قطري؟ قلت له لا انا عربي من مصر وبس عايش هنا في قطر. يعني ايه عايز كده يعني؟ قال لي هو انتوا بتعملوا كده علشان كاس العالم ولا ده طبيعتكم على مصر؟ قلت له لا دي طبيعه عندنا، لما انت بتكون ضيف عندنا لازم نقول معاك بالواجب يا ريس. ما هو يا استاذ اسامه ده هم عندهم لما الواحد بيقع جنبك في وسيله صحيح. مواصلات بيبص الناحيه الثانيه. انت تخيل هنا لو انت ماشي في مصر او وحصل اي حاجه لاي واحد في الاتوبيس في المترو صحيح. في اي مكان هيسيبوه يمشوا يبصوا الناحيه الثانيه؟ وعلشان كده عايز اقول لك ان الرسائل ايه ملهاش حق. رسائل ملهاش حق من الافتتاح لغايه الختام. لما بتبدا الافتتاح بايات من القران الكريم صحيح، بعدين بتختم المشهد الختامي بتلبس ليونيل ميسي العريس البشت اللي هو العبايه، احنا بنقول عليها في مصر العبايه، هنا اسمها في قطر اسمها البشت. البشت ده بيلبسه العريس في الفرح او الناس الكبار في المناسبات الرسميه. لا هو العريس، خلينا نقول العريس. هو ميسي العريس لبس البشت يستحق. على الطريقه العربيه تتويج، على الطريقه العربيه في متجهات في كل العالم. الاجواء دلوقتي عامله ازاي في قطر يا استاذ اسامه؟ مولعه. لكن دلوقتي حاليا وانا بكلمك الالعاب الناريه والعروض الفنيه غير طبيعيه في الاوتيل، غير طبيعيه وفي كل حته وكل بقعه مش بس في الاوتيل. يعني تخيل انت مثلا الحضور الجماهيري 3 مليون وداخل على ونص. ايوه تمام. ده في الملاعب، لكن في الفان زون، اللي هو في حديقه البدع وصل ل 2 مليون. لا الحقيقه يعني يا استاذ اسامه الحقيقه وصل سلامنا لكل من ساهم في اخراج هذا المونديال بهذا الشكل الرائع، وبارك لهم وقول لهم الف الف مبروك. والنادي الاهلي بالفعل ارسل رساله كبيره جدا ورساله تهنئه ودعم لهذا التنظيم وهذا الاداء الرائع الحقيقه اللي شفناه من المنتخب القطري من الناحيه الفنيه، وايضا من قطر ومن دولة قطر في هذا التنظيم الرائع الحقيقة اللي بنشكرهم عليه. فشكرا جزيلا لكل من ساهم في إخراج صورة العرب بهذا الشكل. فيعني يا ريت توصل سلامنا للكل يا أستاذ أسامة، وأنا بشكرك جدا جدا. إن شاء الله لما تيجي تبقى معانا بقى على الهواء مباشرة كالعادة.